قاسمون على العودة للمباراة. صح وين المرور؟ مرفات وعدة داخل منطقة الجزاء. ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب السوري، ركلة جزاء لنسور قاسيون. وكلنا يا جماعة كلنا ونسور قاسيون عازمون راغبون للهدف الثاني قادمون. فهل يكون؟ ننتظر ونترقب. هل يكون الهدف الثاني لنسور قاسيون؟ ننتظر ونترقب. ركلة جزاء مصعب خضر في أي سبب في ركلة الجزاء في اللقطة الماضية، فارق هدف. واستظر المتعة القادمة، وانتظر المتعة القادمة. إذا ركلة جزاء